المخرج والممثل المسرحي قاسم اسطنبولي، أهلا بك في مونتي كارلو الدولية. تحية لك ولجميع مستمعي مونتي كارلو. طبعا أنت تطلق هذه الأيام الدورة الثانية من مهرجان سور السينمائي للأفلام القصيرة، وذلك من قلب مسرح سينما الحمراء الذي له قصة ورواية. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا المهرجان، ممكن هيك أن تسرد لنا حكاية هذا الفضاء الغالي على قلبك؟ سينما الحمراء هي سينما تعتبر واحدة من أقدم السينمات بلبنان، وطبعا السينما كانت موجودة بجنوب لبنان بالأربعينات، بنت بسنة 52 وتقفل بسنة 89 بسبب الظروف اللي مرت فيها البلد من حرب أهلية للاحتلال. طبعا هذه السينما بتشكل ذاكرة المدينة لأنها سينما تاريخية، وهذه السينما مر عليها فنانين كتير لبنانيين وعرب، منهم شوش ودريد لحام، محمود درويش، غسان كنافيني كان موجود هون، وديع الصافي، بالإضافة حتى للرؤساء. بإحدى الاحتفالات كان موجود الرئيس ياسر عرفات وجورج حبش وكمان جنبلاط. هي بتشكل ذاكرة فنية وسياسية لمدينة صور وحنين الماضي، لأنه كانت هذه السينما من أهم المحلات اللي الناس تيجي من الضيع كرمال تحضر سينما بفترة الستينات والسبعينات. المخرج والممثل المسرحي قاسم اسطنبولي، أنت تأتي من عالم المسرح، لماذا يعني تنصب الاهتمامات على السينما هذه الأيام؟ ماذا أردت من هذا المهرجان؟ هذا مشروع بالنسبة لنا بده يمشي إنه نحن نربي جيل يعني بالمسرح وبالسينما وبالموسيقى. على أنا بالنسبة لي اهتمامي أكثر بالمسرح كون دراستي العلاقة بالمسرح، بس كمان يعني بدك تشوفي مختلف أنواع الفنون. يعني الناس اللي بتحب السينما لازم يكون في مهرجان سينما، مش معقول الجنوب ما يكون في ولا مهرجان سينما. فهذا أول مهرجان سينما كان بتاريخ الجنوب، يعني بعد 100 سنة سينما لهلأ لا قدرنا يكون عنا مهرجان سينما. هذا شيء إنجاز، وإنجاز إنك تقدر تكملي، يعني مش بس إنه نأسس مهرجان، نقدر نكمل بالدورة الثانية. اليوم نحن الهدف من المشروع إنك تبني جيل. يعني امبارح بالافتتاح لما كانوا كل الطلاب اللي عم يحضروا كل الأعمار كانوا شباب صغار وولاد وأطفال عم يحضروا، هذا اللي بيأسس للمستقبل إنه الناس تحضر أفلام وعم يشوفوا أفلام من كل العالم، أفلام لأول مرة عم تنعرض. كنا عم نفتتح بفيلم هندي لأول مرة، فيلم أنيميشن، كان أول يوم كله أنيميشن. فقديش كان في جمالية إنه الناس تتفاعل مع أفلام لأول مرة بتشوفها، ويكون عندنا جمهور هالقد حلو وعيال عم تكون موجودة بالسينما. يعني فينا نقول إنه هو انتصار ثقافي ما بين قوسين؟ أكيد انتصار. نحن اليوم بالعالم العربي هذا اللي بحاجة له، نربي أجيال على ثقافة، لأنه نحن للأسف طالما ما في مسارح وما في سينمايات وما في موسيقى، للأسف نحن بدنا نكون شعوب بدنا نحارب الإرهاب ونحارب التطرف، ويكون في عنا بالفن وبالموسيقى بنقدر نوعي الجيل الجاي اليوم لما ينخرط بحروب وبمشاكل، بالعكس يكون عنده حب للحياة، فالفن هو الفرح. طيب دعنا نتوقف قاسم اسطنبولي عند الدورة الثانية من مهرجان صور السينمائي، بأي حلة يأتي وكيف تم العمل على اختيار الأفلام؟ بالحقيقة نحن إذا بنقول الرقم اللي وصل بنتفاجأ. نحن برغم تواضع المكان، نحن ضيوفنا أصلا نحن معنا إمكانيات، يعني نحن معنا دعم لهذا المهرجان. إنه وصلنا على المهرجان أكثر من 4000 فيلم. نحن لجنة المهرجان كان بتضم مخرج الإسباني أنا سندريرو و السينمائي أحمد طرابلسي، هم اللي قدروا يكون باللجنة موجودة، يقدر يختاروا 58 فيلم من 32 دولة، والمخرجين اللي جايين هم كمان على نفقاتهم الخاصة. فمعنا كمان مدير مهرجان بغداد السينمائي اللي هو موجود باللجنة تحكيم المهرجان دكتور عمار العراضي، وكمان المخرج كوك من هولندا، وكمان المخرج مصطفى صفراني من الجزائر، وعلي ياغي من سوريا. يعني هم جايين يكونوا عم يعرضوا أفلامهم وعم يعملوا مناقشة بعد العروض مع الأفلام. فافتتحنا بكرنفال وبسجادة حمراء متواضعة إذا فينا نقول، بس كانت الفرحة جميلة بالنسبة للناس اللي فعلا عم تكون من قلبها مبسوطة وعم بتيجي على السينما بتحضر على الشاشة اللي عمرها من 89 بعد الشاشة القديمة. يعني بتشوفي حتى فيها بعد هيك الوسخ القديم، بس قديش إله جمالية المكان، بتحسي حالك كأنك بفيلم سينما باراديسو. الفنان قاسم اسطنبولي مطلق مهرجان صور السينمائي للأفلام القصيرة، شكرا كتير إليك. شكرا لك ولإذاعة مونتي كارلو.